طبعا قبل بداية المقطع حابب احكي لكم يا جماعة الخير عن بطولة المدرب الافضل لصناع المحتوى او اليوتيوبرز. اللعبة عاملين بطولة يا جماعة لصناع المحتوى من مختلف انحاء العالم. 8 يوتيوبرز راح يتنافسوا طبعا على المركز الاول. البطولة بدأت الان، راح استعرض لكم اليوتيوبرز اللي موجودين وان شاء الله نأدي اداء جيد بالبطولة لانه انا مستوي مو افضل شيء الصراحة. طبعا اللعبة كل يوتيوبرز عطيته لاعب خاص فيه ومختارينه طبعا من عن طريق اللعبة، وهذا اللاعب راح يكون هو ابرز لاعب بتشكيلتك. راح نشوف اليوتيوبرز اللي موجودين والله يستر لانه مستوي الصراحة باللعبة يعني مو اقوى شيء، فراح نشوف اليوتيوبرز مع بعض الان. طيب عندك اول يوتيوبرز اللي هو ما برو، يوتيوبر برازيلي عطوم بابي يا حبيبي. اوكي اللي بعده هو يوميدي تركي، واخذ اللي هو نيمار. مين ضل يا شباب؟ عندك جابومان ايطالي، واخذ اللي هو رحيم ستيرلينج. اوكي 89 تقريبا نفس الريت. عندك فوت فاميليا فرنسي، واخذ اللي هو ساديو ماني. اوكي فيفا لا فيفا بريطاني، واخذ جريليش. اوكي ميد سبورت مصر، واخذ صلاح. اوكي وهذا انا. اوكي سيريان جيمر، ومين اخذنا؟ لوكا 90، انا اول واحد فيهم. والله انا اخذ اول لاعب تقريبا. حلو طبعا هاي اللعبه من جوا مثل ما انتم شايفين. حاليا رح ندخل على الدوري اللي هو الدوري تبعنا يا جماعه. شوفوا انا بالمركز الثامن يا جماعه، في 3 مباريات ملعوبه وانا خسرانهم كلهم. اصلا لسه ما زبطت تشكيله، كنت افكر الوقت الان. عندي ادواردو تقريبا، كارلس ادواردو هذا والله لعيبه ما حدا دريان عنهم. طبيعي بدي اخسر، طبيعي لسه ما زبطت التشكيله. حتى التشكيله ما بعرف شو عم بلعب فيها. طبعا هون بعض النصائح عن الخطه، حتى لوكاكو يا جماعه منازل اساسي يا حبيبي. شباب نزلوا لي لوكاكو. طيب عم نلعب بثلاثة دفاع، خلينا نغير الخطه. تمام طيب انا رح اختار يا جماعه خطه 4-3-3، بظن هي الافضل. رح نخلي لوكاكو مهاجم. تمام ورح نشوف باقي الفريق. معنا 36 مليون بنقدر انه نتعاقد فيهم مع لاعبين، لانه لازم ظبط خطتي مشان نلعب المباريات بالحلقات الجايه. خلينا نشوف الكشاف، ممكن انه نخليه يجيب لنا بعض اللاعبين. هيك بقدر اختار اعلى من 100 نجم عالمي، وخلينا نرسل الكشاف ممكن انه يجيب لي بعض اللاعبين. خلينا نشوف الكشاف مين ممكن انه يجيب لنا. هازارد ايوه، وستيفن دي فراي، وانخيل دي ماريا. حلو والله. طبعا بعد ما جاب لي هدول اللاعبين بظن انه بقدر اتعاقد مع اللي هو هازارد. طيب هيك اشترينا اللي هو هازارد يا جماعه الخير، وبنقدر انه نضيفه للفريق الان. فصراحه الفريق تعبان يا جماعه، محتاج لاعبين. شوف هلا هازارد بيجي مع لوكاكو، قوي جدا جدا جدا، تطويره قويه للهجوم. وممكن اني اخذ ايضا باقي اللاعبين. بدي احاول اشوف دفاع، بدي احاول اشوف وسط حراس بحيث اني اضبط تشكيلتي. يا رجل انا بالمركز الاخير. نجيب دي ماريا نضمه لخط الهجوم كمان. طيب حنجيب اللاعب الاخير اللي هو دي فراي، وكمان نضمه للتشكيله. بما انه نحن عندنا هجوم قوي، ناقصني بس واحد وسط، ممكن اذا جاب لي اياه بيكون ممتاز. طيب بسم الله خلينا نشوف اللاعبين اللي جاب لنا اياهم الكشاف. عندك الاول اللي هو ماركوس لورينتي بيشبك يا جماعه، ولا هون ما له علاقه، بيشبك المفروض. وعندك رودري، وعندك اللي هو الكاي غوندوغان. طيب خلينا نجيب ماركوس يورينتي كمحور دفاعي. ماشي هي جبنا ماركوس يورينتي كاضافه، راح يكون مع كوكي بخط الوسط. بظن الصراحه التشكيله الان صار عليها الكلام، ممكن انه نجيب مدافع اخير، ويعني تعتبر امورنا ممتازه. مو لازم كل اللاعبين يكونوا قوايا بزياده، بس هيك ممتاز. كانسلو يا جماعه الخير الدفاع عنده 91، خلينا نجيب كانسلو، ممكن يكون كاخر اضافه بتقدر تقول للتشكيله. طيب يا جماعه الخير هي تشكيلتي انا بالوقت الحالي، والتشكيله اللي هي اللي راح العب فيها البطوله. فصراحه التشكيله تحسنت لانه انا المباريات الاولى ما لعبتها كان عم بيلعب بتشكيلتي الضعيفه، فالان تشكيلتي قويه جدا هجوميا وممكن ان تسجل اهداف كثيره. فموضوع التكتيكات انا الصراحه ما عندي خبره فيه، فمحتاج نصائحكم يا جماعه. فطبعا رح تلاقوا رابط تحميل اللعبه اكيد بالديسكربشن، حملوا اللعبه يا جماعه واكتبوا لي نصائحكم. اللعبه جدا ممتعه وجدا رهيبه، واذا احترفت فيها فعلا بيفرق معك لدرجه مو طبيعيه. فبتلاقوا رابط تحميل اللعبه موجود بالديسكربشن تحت، اضغطوا على الرابط وحملوها من الرابط الموجود بالديسكربشن. والان بخليكم مع المقطع. إذا حابب تشتري كوينز بأرخص الأسعار، عندك موقع يو7 باي من أضمن وأرخص المواقع لبيع الكوينز وسريع بالتسليم، ولا تنسوا تستخدموا كود الخصم الموجود بالديسكربشن لخصم 5%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من أنا أستاذ جيمر معكم اليوم بمقطع جديد من سلسلة الكارير مود مع نادي مانشستر يونايتد. لا تنسوا اللايك بالبداية والاشتراك بالقناة أيضا إذا ما كنتم مشتركين. بدنا نوصل مقطعنا يا جماعة هذا فوق ال 50,000 لايك، والله نستطيع. أنا ما عاد طالبت منكم لايكات، لقيت لايكات قلت، قلت لحالي أنتم من حالكم لايكات وكذا. وبدنا نوصل يا جماعة هذا المقطع 50,000 لايك أول ما يوصل بإذن الله الحلقة الجديدة بتنزلكم. اضغطوا لايك واشتركوا بالقناه، ان شاء الله انكم تنبسطوا وتستمتعوا بالمقطع. في عندنا مباريات رهيبه، واضح انه السيتي ما راح نخلص منهم بسهوله. فبعد ما واجهناهم بالكاس راح نواجههم اليوم بالدوري، فرصه الانتقام خلينا نقول يعني بالدوري. الله يستر، صراحه الدوري صعب ودوري الابطال اصعب، والتشكيله محتاجه تطويرات، ونحن ما معنا ميزانيه، ولكن في بعض اللاعبين راح نستغني عنهم. اذا عندكم اقتراحات اكتبوا لي تحت بالتعليقات، اكدوا انكم مشتركين بالقناه. اليوتيوب احيانا بيلغي اشتراكات، ما بنطول كثير بالمقدمات، خلونا نبدا. شوفوا الفريق ما له سيء يا جماعه، خلينا نكون متفقين الفريق ما له سيء.
ولكن هي بعض الجزئيات البسيطة اللي عم تفرق بالمباريات، خاصة دفاعيا الأخطاء الغبية خاصة من ميندي والكر. أحيانا فاران كتير بيغلط أغلاط، عم نتلقى أهداف. شفتوا مباراة ليل، شفتوا مباراة السيتي، أخطاء غبية عم تصير هي اللي عم تخسرنا المباريات، وإلا نحن والله مستوانا جدا خرافي. خلينا نشوف بالنسبة بس لتطوير اللاعبين. برونو كنا عم نطوره، فالمفروض انه تقريبا اكتمل تطوير برونو. ايوه هيك اكتمل برونو، صار بقدر اني لعبه مركز السي ام. خلينا نعمل مثلث هيك، تغير مركزه، تحول لمركز السي ام. اذا بدي لعبه سي ام بيلعب معي سي ام عادي جدا. انا طبعا عملت هيك مشان اذا بدي لعبه مثلا بيكون هو باريلا وديونج، وبدل ما نعتمد عليه كجناح بنجيب ساعتها جناح، والله اعلم ممكن نجيب جناح نتعاقد معه بالفتره الجايه اذا ما اعتمدنا على فاتي اساسي، لانه من لما جبته الناس انت وين فاتي مدري شو جايبه. وممكن احنا نجرب مباراه بهالصوره هي، يعني ما بيمنع يا جماعه الصراحه. فاتي بيلعب مثلا خلينا نقول جناح تاز، فبرونو بيكون محور هجومي، وعندك ديونج محور دفاعي، وعندك باريلا كمحور ثالث، لانه احنا اصلا بدنا نبيع بوجبا. فانا قلت لكم هذا برونو ما راح ينفع جناح، فممكن اني اعتمد عليه هيك. هجرب هي المباراه وبرونو 5-5 ممكن موضوع الباصات يساعدني فيه، فنشوف لانه هاي مباراة توتنهام كمان مباراة مهمة، يعني بتقدر تقول نحن طلعنا اصلا من هداك الكأس بالنهاية خسرنا، يعني مو انه طلعنا. فحاليا الصراحة حتى لو بدي اتعاقد فما في ميزانية كافية، الميزانية يا دوب 30 مليون، فنحن مضطرين نمشي بهي التشكيلة لنهاية الموسم، وهي ما لها سيئة الصراحة ولكن قابلة للتحسن. خلينا نقول يعني كمبيمبي وفاران المفروض شوية بس يكون في تفاهم ما بينهم، لانه حاسس التفاهم بينهم يعني شبه معدوم. فالان بيصير عندي باريلا، عندي ريناتو، عندي برونو، عندي ديونج، وبيبقى انه نجيب جناح خرافي. وحاليا انا ممكن اني لعب راشفورد جناح، يعني هي فكرة جيدة، ولكن نجرب فاتي اذا نفع كان بها، ما نفع ننزل راشفورد مثلا جناح يمين، سانشو جناح يسار، او شيء مثل هيك. المباراه هي مهمه كبدايه، وان شاء الله انه نفوز، لانه توتنهام ترتيبهم بالدوري ماله سيء، ترتيبهم تقريبا مركز الرابع وفرق نقطتين يمكن عنا او شيء. فهات خلينا نشوف ونختصر المسافات يا ساده يا كرام. يلا والله تشكيلتهم حلوه، مباراه كبيره منتظره، اجواء ساخنه اليوم، الكل يبحث عن تحقيق الانتصار. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا، راح نكون مع حضراتكم في بث مباشر بعد قليل من ملعب الاولد ترافورد. ما بدنا نطلع مباراتين ورا بعض، نطلع من كأسين خلص ما له داعي. يعني السيتي قوايا اوكي ممكن اتقبل خساره ضد السيتي، ولكن ضد توتنهام الدجاج لا والله تو ماتش. هذول يمكن اخر مره فازوا ببطوله عرفت كان لسه كريستيانو بلشبونه يمكن ولا شيء. ركزوا 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 بالدفاع. يا عيني يا دخيه يا وحش، تسلل لا ما تسلل، والله بدع فيه يا دخيه، وحش وحش وحش. روح روح يا مالن، روح يا مالن، حلوة هي، حلوة جدا هي، يا عيني والله على الأرضية وعلى الرأسية يا رجل، والله هدف خرافي. سانشو يا مرجلة يا سانشو، والله يا مالن واضح انك راح تكون بديل لراشفورد. اذا منبيع راشفورد ومنبيع بوجبا يا ساتر على الميزانية اللي بتجينا، يا ساتر على الأقل 200 مليون حرفيا، على الأقل 200 مليون بنجيب. يا ساتر على او ماي جود، الحمد لله وحش يا دخيه، يا عيني يا عيني على تحويل الجهه، روح يا سانشو، والله الاسيستين بيكونوا نار، والله الاسيستين بيكونوا ماي جود. اعطيه يا حرام، يا عيني عليك يا مالين، والله ياخذ العارضه، مستحيل مستحيل حلقه ما يجيني عارضه او مباراه، خلينا نقول مو حلقه، والله عرضيه بالملي. يا يا فاتي يا فاتي، ركز 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 يا ولد، ركز. اوه نو يا عيني، والله ما لها داعي، ما لها داعي اخر 10 دقائق، اخر 10 دقائق خلص، هلا قرروا يهجموا يا رجل، طول المباراه دي عم تدافعوا وانتم خسرانين. اوه والله ياخذك يا كمبيمبي، يلا يلا يا باريلا يا باريلا يا باريلا يا باريلا يا باريلا يا باريلا يا دون. يا لوريس يا لوريس، يلا يا مالين، يخرب بيته لوريس، هذا فاران يا رجل، لوريس صح بلع جول بس صد شي مليون. يلا يا مالين يلا يا مالين، نفس عرضيتك الاولانيه، يا عيني عليك. يا راشفورد ضاعت ضاعت فرص كثير، باي دقيقه خلص، باي دقيقه باي دقيقه، مشكلة 1-0 ماشي، المهم فوز المهم فوز. حلوين شباب حلوين،
لوين؟ يا ساتر يا ساتر على اللعب يا جماعة. صد شيء 20 مليون كرة لوريس، والله صد كثير، بس الرأسية تبع سانشو والله تدرس. كم تسديدة اجانا؟ 9 تسديدات بالاخير جول واحد، المفروض اني مسجل 5، ولكن لوريس الصراحة يعني كلمة بدع قليلة فيه، لأنه هو الوحيد من فريقه اللي كان عم يلعب أصلا. تقييمه أعلى تقييم بفريق توتنهام كامل. المهم فزنا، المهم فزنا، لا وفوق منا كلين شيت طعنا، والله نايس، والله نايس. يا سلام، يا فرحتي أنا. يا جماعة هذول ما رح نخلص منهم هذا الفريق، ليك ترتيبهم بالدوري شو صار سيء؟ عم يخسروا كثير. لكن وين بيجوا ضدي بيقلبوا لي بعبع؟ يا ساتر خسرانين آخر مباراة ظاهر ب الشهر الماضي. المهم يا جماعه السيتي ترتيبهم جدا سيء، وليفربول فاز، يعني انا اذا ما فزت بهي المباراه ليفربول رح يقعد يبتعد بالصداره وما في مين يوقف هذا الفريق. احنا طبعا اقوى هجوم بالدوري وتقريبا من اضعف الدفاعات بالدوري، يعني بتقدر تقول كمان يعني هو مو اضعف الدفاع ولكن من اضعف الدفاعات، ولكن لا تنسوا انه نحن اقوى هجوم كمان بنفس الوقت، فهذا شيء جدا ممتاز. المباراه يا ربي يا ربي يا جماعه، الفريق اصلا ما لحق يرتاح من مباراه توتنهام. جاني عرض لبوجبا، يا سلام، من السيتي ب 96 مليون، والله انا بودي بيعه من زمان، الحمد لله اجى فريق عبره يا رجل، والله ممكن نضحك عليهم ناخذ منهم زياده، هدول السيتي بيدفعوا يا جماعه كاش، هدول السيتي كاش. طيب خلينا نشوف عرض بوجبا، الصراحه السيتي انا بعرف انهم رح يدفعوا، مستحيل ما يدفعوا لنا زياده، بس انا ما بدي اطلب منهم مبلغ يخلي جوارديولا يزعل، فرح نطلب مثلا 110 ملايين، عرفتوا؟ يعني ساعتها انا بظن مبلغ منطقي، ولسه حنبيع راشفورد بعدين مثلا، اذا قررنا نبيعه فوالله بيكون شيء ممتاز. هلا جاييني قبل المباراة، هاي جوارديولا تلعب لعبة نفسية معي، أنا بعرف خططك، بعرف خططك أصلا. أدفع 110 بس. أوه ما بده يدفع فوق 96. أوكي طيب نطلب منهم يا جماعة 100، والله أنتوا معكم كاش ليش حتى ما تدفعوا 105؟ يلا حتى 110 ما قبل، يلا 105 هات. يا سلام حلو 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 حلو، أحسن ما يزعل ويروح وبعدين يقولوا لي ليه طلبت زيادة؟ لا ما دخلني خلص خليه ب 105. ممتازة ممتازة على بوجبا وزيادة عليه أصلا، عرفت؟ بس قل له 120 ويزعل، منار ما كان لازم تقول له 120، خلص هيك ممتاز ممتاز ممتاز. خلي بوجبا يروح يا رجل، خليه يروح، ما بدنا إياه بالفريق، جلطة يا رجل، بدون بسطوا فيه. طيب الآن عندنا مباراة السيتي، يا ساتر يا جماعة الخير يا ساتر. طيب الآن مع بيعة بوجبا الصراحة الفريق منيح، ولكن أنا محتاج جناح، يعني خلينا نشوف إذا بدنا نفكر نتعاقد مع فينيسيوس مثلا، ريتنج عنده 82، قيمته بالسوق 70 مليون والشرط الجزائي 127 مليون، لا تنسوا انه فينيسيوس بيتطور بسرعة كمان، ولكن لازم ادفع لريال مدريد حوالي 100 مليون لأقدر اني اخده، وحاليا انا ما معي ميزانية، ولكن يعني نضيفه على قائمة الاحتمالات للاعيبة اجنحة ممكن ان نتعاقد معهم، يعني فينيسيوس جدا ممتاز وبيتطور الصراحة، وسريع ومهاري وفي كل الشغلات اللي ممكن انك تحتاجها بجناح، بتعرفوا انتم يعني علاقتنا بريال مدريد اعطيناهم الدون سابقا، يعني علاقتنا جيدة معهم. ممكن يعني مثل ما انا اعطيتهم افضل جناح يسار عندي بيوم من الايام ان يعطوني افضل جناح يسار عندهم، ممكن والله ممكن، والله ممكن. انا لانه كنت افكره بالسيتي كنت لاغي فكره التعاقد معه الصراحه، ولكن اذا بده يلعب جناح يا اخي قيمته السوقيه جدا عاليه مقارنه بفينيسيوس، اعلى من فينيسيوس، بس طبعا فرق الريت لا تنسوا، ولكن فودين كام يا جماعه وليس جناح، فما بعرف مين الافضل، قولوا لي رايكم، واذا في حدا زياده اقترحوا علي كمان، لانه ان شاء الله بفتره الانتقالات الجايه لازمنا جناح ضروري جدا الصراحه. الوضع الحالي ما بيطمن بالمره، راح انزل بباريلا بهي المباراه ونشوف، ممكن هيك الوضع يكون افضل، نستغل الاجنحه زياده، فخلونا نقول بسم الله يا ساتر يا السيتي. اوكي شباب، نحن يعني اوكي هي المباريات صعبه، نحن بنعرف اخر مباراه ما كانت بافضل صوره خلينا نقول، ولكن نحن يعني اجواء الدوري بتختلف طبعا، الدوري يعني احنا يعني انا واثق انه ممكن اقدم مستوى، ف اتفضلوا هاتوا اسئلتكم. هل بتشوف انه الدوري راح من بين ايديكم ولا لسه ما زال في لكم امل بالمنافسه يعني مع مانشستر سيتي؟ لا بدري بدري جدا على الكلام، الدوري ما زال طويل ما زال مستمر. انا ما بعرف شكلك عم تستفز، انا حاسس انك عم تستفز، بس اوكي 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 الناس عم تقول لي هدي ومدري شو هن ما اظن انه يستفزوا، انا راح اسكت والله ينسال هالسؤال مره، والله لا اجيك هي انا عم اقول لك. المهم الدوري ما زلنا اكيد عم ننافس عليه، ما راح شيء لسه، كل البطولات عم نحاول يعني ننافس على كل البطولات اللي نحن متواجدين فيها ونحاول انه نحقق
الشيء مع احترامي للخصم طبعا، بس يعني نحن لا نحن نستطيع. هذا السؤال اللي بعده. هل بتشوف انه مانشستر سيتي اصبح عقده بالنسبه لمانشستر يونايتد، وخاصه انكم ما تمكنتوا من الفوز عليه باخر المباريات؟ يا اخي لا تجلطوني، لا تجلطوني، انا مالي جاي، انا بك شوف انا بك يعني انا عندي اني اخسر 5-0 افضل من اني اجي احضر مؤتمر صحفي صراحه. انتم ناس ازازيه، انا كنت باسبانيا قبل مستحيل يعني، انا صح انه كانوا هنيك في شويه تيوس، بس مثل هيك صحفيين انا ما شفت حرفيا. ما في شيء اسمه عقد يا عمي، نحن اللي بنعمل عقد للفرق، مو الفرق اللي بتعمل لنا عقد. راح تشوفوا اليوم بالمباراه، راح تشوفوا فريقنا قادر على المواجهه، قادر على التحدي، قادر على كسب المباريات والكبيره خاصه منا. مباراه مرتقبه بين قطبي مدينه مانشستر، مباراه لا تعرف الا النديه والتنافس، هل ستكون المدينه الزرقاء ام حمراء؟ تابعوا لمعرفه الاجابه. حارة لكل متابعينا ومشاهدينا في كل مكان، اليوم نتواجد في ملعب الاتحاد لتغطيه الماتش وتكون مليئه بالاثاره. يا اخي صلوا يا جماعه الخير، صلوا على النبي. شو يخرب بيتهم، يخرب بيتهم، ما لحقنا نبلش. السيتي يا تيوس اذا فزتوا عليه ليفربول راح يسحل عليهم الدوري يا اغبياء. دقيقة سبعة ما شاء الله، محرز عرفت باليمين شغال باليسار شغال، ما عنده تفاهم. يلا 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 دون يعيني الله عليك يا كريستيانو، يا رجل ما في غيرك بتسجل لي ضد السيتي. سوي ايوه يدون يخرب بيت الكذب. شو محرز شو؟ يلا يا سانشو، يلا يا سانشو استلم، بس استلم، يلا يا سانشو. شو صار له محرز؟ الحمد لله اخيرا دخية صد كرة من محرز. يا حرام يا حرام يا محرز، اهدى عاد. اوكي ياخذ لك الحمار فاران يا وحش يا الله. بكل هدوء بكل اناقه، الله على النهايه. الله ياخذك يا فاران، الله ياخذك يا فاران، ما بتضل بالنادي، ما بتضل بالنادي انت وبوجبا عرفت، وراشفورد انتوا الثلاثه شايطكم برا النادي بنهايه الموسم، والبوجبا شطناه يعني خلص، بس الباقي ما عليكم، جاي دوركم. يلا يا رونالدو يا وحش يا دون يا وحش. ما زال فيها امل، ما زال فيها امل. هدي بكير لسه عسي، بكير خسرانين، نحن خسرانين والله لولا الجول الرابع الغبي هيك اللي اجى بسبب غباء الدفاع. يا الله يا المباراه كانت تكون هي ريمونتادا، بس هيك صعب صعب. يلا يا دون يا الله يا خدلك، هي خدلك حتى كانسلو يا رجل. نايس نايس، ايوه يا سلام عليكم على الاخطاء، يا سلام انت يا فاران يا حيوان. حرام للدون، يا الله يا الدون. المشكله ما في غيرك اصلا عم تلعب، شو يعني ما فيني حاسبك لانه ما في غيرك عم تقدم اداء ضد هذا الفريق هذا. خلص صفر يا اخي، كم التمديد اصلا. اه يا فاران ايه طبعا بدك تفرح، طبعا اول مره يمكن بالدوري بتفوز، طبعا بالنسبه لكم بطوله هي احتفل ولا كانك فايز بنهايه دوري الابطال اللي ما شميته من 20 سنه، مدري من 10 سنين. انبسطوا بالفوز، ما راح تشموا غيره اصلا. وقسما بالله محرز ما بعرف شو صار له، ما بعرف كل شوطه جول محرز. رونالدو 9.9 بس طبعا محرز 10، يعني الدون شو بده يعمل زياده، يعني شو بده يعمل، ما بي غير يروح يصد مكان دخية ويدافع مكان فاران ويلعب باصات مكان ديونغ، ما بعرف. على كل حال عنا مباراه ضد ليل، ما رح نلعب طبعا هاي المباراه. كريستيانو رونالدو الان عادل الرقم القياسي التاريخي بعدد الاهداف بموسم واحد بالدوري الانجليزي الممتاز، واللي هو 32 هدف تقريبا مسجل باسم محمد صلاح، وباقي له هدف واحد وبيكسر الرقم. ولكن الفرق بينه وبين اللي عمله صلاح هو انه كريستيانو ما زال باقي له 10 او 11 مباراه، انت متخيل؟
الآن يا جماعة الخير فرق ما بيننا وما بين ليفربول 5 نقاط، ولكن ليفربول لعب زيادة مباراة عنا، وبآخر مباراة ليفربول تعادل الحمد لله، يعني طلعوا مو دائما بيفوزوا، تعادل ليفربول 2-2 ضد نادي ويست هام، فهذا شيء جيد. ولكن مع هيك وضعنا نحن محتاج تطوير، وللأسف إنه الميزانية للآن ما زادت، أكيد ما راح تزيد لحد ما يخلص الموسم، فنحن مضطرين نمشي بالوضع الحالي. يعني هي صح أول موسم، ولكن نحن رح نحاول نعمل شيء. ما بعرف اكتبوا لي رأيكم، نحن فزنا 4-2 على ليل بالذهاب، خايف أعمل سكيب ونطلع من دوري الأبطال صراحة، فما بعرف نلعب هاي المباراة ولا لا، ولكن الأفضل إنه نلعبها، هتكون يعني أكيد يعني كبداية للحلقة الجاية. والله شوف يعني الصراحة الفريق مبدع، مو كثير مو مقصر الفريق، ولكن هي لمسات بسيطة الصراحة اللي صايرة مخلي الأخطاء الغبية بالدفاع هي اللي عم تبلعنا أهداف. فبدي اقتراحاتكم للأجنحة، تمام، جناح يسار بالذات، لأنه مالين ما رح ينفع جناح، راشفورد رح بيعه، وفاران بدي بيعه، خلاص فاران يا جماعة خلاص خلاص، أنا هذا اللاعب اكتفيت منه، وراشفورد رح ينباع. أنا بعت بوجبا، فباقي بس ينباع فاران وينباع راشفورد، فما بعرف رح يصير معنا ميزانية يمكن حوالي 280 مليون، يعني فوق ال 300 مليون مع اللي معنا اصلا، فما بعرف عاد قالوا لي شو ممكن اني اجيب بهدول اللاعبين، لانه بدي اغير كثير. الموسم القادم هو موسم الحسم، ولكن هذا الموسم اوكي، يعني ممكن اني احاول على الدوري، نشوف شو بنقدر نعمل بدوري الابطال، على الاقل ما طلعنا بموسم صفر، يعني بنكون في النهايه. فشكرا لكم متابعه المقطع، هيك بنقدر نوصل للنهايه. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه اذا ما كنتوا مشتركين، خلونا نوصل مقطعنا يا جماعه، هذا فوق ال 50000 لايك، واضح يعني السيتي عقدة صاروا بالنسبة لي نوعا ما، مع اني انا فزت عليهم بذهاب الدوري، وانتم شفتوا المباراة كان ريمونتادا للتاريخ، ولكن انا محتاج اقتراحاتكم للاعبين، نشوف شو بنقدر نبيع ونبيع ونجيب، يعني لانه لازم انه نجيب لاعبين ونطور الفريق، لانه التشكيلة الحالية صعب جدا انه نعمل اي شيء. اضغطوا لايك يا جماعة، تأكدوا من يا جماعة الخير انكم مشتركين، اليوتيوب احيانا بيلغي الاشتراكات. فشكرا لكم جزيلا على المتابعة، وبس اللي كان عندي اليوم.